صباح الخير للجميع، وإن شاء الله أيامكم كلها خير. هذا فيديو جديد متعلق بملف فيديوهات قصيرة، واللي قلنا بنعرض فيه معلومة سريعة حول موضوع معين، لكن ممكن نعمل تداخل ببعض القواعد يمكن لنوضح الفكرة ببعض الأحيان، مثل ما رح يحصل بهذا الفيديو وبغير فيديوهات حصل. القناة اسمها دوج استاين تشانسن. إذا كنت بدي أقول حابب أعرف شو مخبى وراء هالشي، أو بدي أقول هل هدفي بيتحقق، هل المشروع بيتحقق إذا كلنا وقفنا وراه؟ وكمان بدي أقول تقريبا الوقت عم يروح، الوقت عم يخلص ونحن عصيانين بالزحمة، يعني عالقين في الزحمة. كيف بدي أقولهم باللغة الألمانية؟ عندي الفعل داهنتشتكن، هذا الفيديو السابع المتعلق بهذا الملف، والفعل داهنتشتين، هي فعلين في اللغة الألمانية لكن يستخدموا في اللغة اليومية، يعني إنه يستخدموا هون في اللهجة العامية. يعني يستخدموا في اللغة العامية. رح يوضح معناهم طبعا من خلال الأمثلة، لكن للدخول للموضوع تذكير سريع بالفعل شتكن. حتى نستذكر كيفية استخدام الفعل شتكن، نستذكر بفيديو سابق تحدثنا عن شتين وشتلن، هون حصل تغير بالفعل اللون الأصفر، هذا ذكرناه من فيديوين ثلاثة. شتكن هون هو يعود لنفس المجموعة، هاي مجموعة الأفعال شتين شتلن، لكن ما بيحصل فيه تغير شيء، بيضل على حاله مثل هينجن. دي شلوسل شتكت ام شلوس، المفتاح موضوع في القفل. ام شلوس بهالحالة هذا الفعل هون مثل شتين، ما بياخد مفعول لا أكوزاتيف ولا داتيف، وهون عندي هون دي شلوسل حالته الإعرابية النوميناتيف. إذا مع هالفعل بهالحالة هون فقط عندي نوميناتيف، وهون تطبق قواعد الداتيف. سؤالي هو وو شتكت؟ إيش اشتك دين شلوسل إن داس شلوس إنس شلوس، أنا أضع المفتاح في القفل. بهالحالة هذا الفعل يحتاج لمفعول به، هاي الفاعل وهي المفعول به، هون نوميناتيف إن داس شلوس، أضع في القفل. وهون عم نطبق قواعد الأكوزاتيف، إذا كان هذا الفعل بياخذ مفعول به بالتالي تطبق بعده حرف جر مشترك وقواعد الأكوزاتيف. نفس فكرة الفعل السابق، إنه الفعل نفسه ما بيتغير إلا إنه الفعل نفسه ما بيتغير فيه شيء. هذا الفعل ما بياخذ مفعول، هذا الفعل بياخذ مفعول به وبعده تطبق قواعد الأكوزاتيف، هذا الفعل ما بياخذ مفعول وبعده تطبق قواعد الداتيف. لما ما بياخذ مفعول به في عندي هون فقط نوميناتيف، لما بياخذ مفعول به معناته عندي فاعل وهون المفعول به. نسأل سؤال باللغة العامية وو شتكت دين ماهر، نفس السؤال نقول وو است ماهر، وين ماهر؟ ممكن نقول وو شتكت يستخدم في اللغة العامية. ام شتاو شتكن، هالتركيب مستخدم. دي شتاو الزحمة، حقيقة بعض الزميلات والزملاء بيطلبوا انه نشرح كل كلمة ونعيد بعض الجمل، ونحن عم نقول فيديو قصير نقوله بشكل سريع، لكن ببعض الأحيان بيكون فيديو واضح أنه مكتوب عليه أنه بي آينز لنفترض، بعض الكلمات بيكون ضمن الفيديو تعود لآ آينز أو آدس فايل، حقيقة ما عم نذكرها اختصارا للوقت لا أكثر، لكن رح نحاول. ديت سايت ذرد كناب، هذا التركيب مستخدم، لذلك التركيب عم نحطها بلون مختلف، ممكن الواحد يصير يحفظها ويتدرب عليها. und wir stecken im Stau، نحن بالعامية منقول الوقت عم يخلص ونحن عصيانين بالزحمة. نفترض نحن بالزحمة بسيارة، زحمة كتير وفي موعد، الوقت عم يخلص ونحن عصيانين بالزحمة. دي تسايت فيرد كناب، يعني على وشك الانتهاء. وأند في شتكن إم إم شتاو، ونحن عالقون في الزحمة. داهنتشتكن، وصلنا لداهنتشتكن.
Ich weiß nicht, was dahinter steckt. بتصير بالبيوت لما يكون في ولد جاي لعند أمه وأبوه بده يطلب طلب وبيضحكهم وبيسليهم وبيروح بس ما بيطلبوا مباشرة، ممكن يطلبوا بعد شوي أو بكرة ثاني يوم. فبعد ما يروح بيسألوا بعض، واحد منهم بيسأل إيش فايس نشت فاس داهين تشتكت، أنا ما بعرف شو ورا هالشي. لكن ممكن نستخدم eigentlich. إيش فايس نشت طبعا سياق آخر، فاس eigentlich داهين تشتكت، أنا لا أعلم ماذا خلف ذلك، ماذا في الواقع ما خلف ذلك، أو ماذا خلف ذلك في الواقع. Ich möchte wissen, was dahinter steckt. أنا حابب أعرف شو في وراء هالشيء. ماذا خلف ذلك؟ يعني وضحنا فكرة الشتكن بالبداية ودخلنا لا داهنتا شتكن. Das Ziel هون داهنتا شتين. Das Ziel kann nur erreicht werden, wenn wir zusammen dahinter stehen. الهدف يمكن تحققه، يمكن أن يتحقق فقط إذا كنا جميعا خلفه. إذا وقفنا جميعا خلفه، منقولها بالعامي تماما، منقولها هيك. إذا الهدف يمكن تحققه، عم نستخدم هون الباسيف مع المودال فيربن، كان erreicht werden, wenn wir zusammen dahinter stehen، لما نوقف كلياتنا خلفه، بمعنى لما ندعمه كلياتنا. نقول الهدف، نقول المشروع، نقول الفكرة. هالشيء بيتحقق لما كلياتنا بنجتمع وراه، نجتمع لتحقيقه يعني، ندعمه. لهون بينتهي هذا الفيديو زميلات زملاء. إذا في أي ملاحظة أو تعليق يا ريت تكون بأسفل الفيديو، وإذا عجبكم هذا الفيديو يا ريت تكون في شير ولايك واشتراك بالقناة، وشكرا لكم جميعا.